كانت ورعاية أيتام حلب. تحت مظلة لجنة رعاية الأيتام والتي تضم معظم المنظمات والجمعيات المختصة في هذا المجال بمحافظة حلب، نظم اتحاد منظمات المجتمع المدني ورشة عمل حضرتها المنظمات والجمعيات الأعضاء في اللجنة. استهلت أعمال الورشة التي أقيمت في مدينة غازي عنتاب التركية باستعراض أبرز إنجازات المنظمات وأنشطتها في رعاية الأيتام وتقديم الخدمات لهم، وناقش الحضور مواضيع محورية أبرزها قاعدة البيانات المشتركة للأيتام وآلية التعاون مع المنظمات الدولية، إضافة إلى الخطة الإعلامية للجنة. لجنة رعاية الأيتام والتي شكلت في حلب قبل نحو عامين تطلع بدور كبير في تنسيق العمل بين منظمات كفالة الأيتام وتمثيلها أمام المنظمات الدولية. لجنة كفالة ورعاية الأيتام محافظة حلب لجنة تضم جميع الهيئات والمنظمات العاملة في مجال كفالة ورعاية الأيتام في المحافظة. تهدف اللجنة بشكل عام إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى فيما يخص برامج دعم وكفالة الأيتام. واقع الأيتام في حلب وريفها كان العنوان الأبرز على جدول أعمال الورشة، وتقدر أعداد الأيتام المشمولين بكفالات مادية في حلب بنحو 7000 من أصل 30,000 طفل فقدوا آباءهم خلال الحرب، بحسب إحصائية صادرة عن مؤسسة غراس المتخصصة برعاية الطفل. وتقول المنظمات المؤسسة للجنة إنها تسعى لتطوير قاعدة بيانات موحدة لأيتام حلب بهدف عدم تكرار الأسماء المشمولة بالكفالات المادية. برنامج التقاطعات الآن هو من أهم الأعمال والإنجازات التي تمت. اليوم قدمنا عرض عن هذا البرنامج. البرنامج فيه قاعدة جيدة من الأعداد الأيتام المكفولين. لكل منظمة لها اسم مستخدم وكلمة سر تستطيع الدخول إلى البرنامج وتقاطع عمل التقاطعات. تسعى المنظمات السورية المجتمعة هنا اليوم تحت مظلة لجنة رعاية الأيتام إلى تنسيق عملها وتطويره بما فيه صالح الأيتام السوريين الذين تزداد أعدادهم يوما بعد يوم. لقناة حلب اليوم، سامي ورد، مدينة غازي عنتاب.